على كل حال بس اسمح لنا كابتن احمد نروح لدلوقتي برج العرب ومراسلنا محمد توفيق عشان نعرف اخر الكواليس ويطمننا عن الاستعدادات. خلاص يعني ساعات قليله جدا بتفصلنا على مباراه الاهلي والاسماعيلي وبدايه الضربه ان شاء الله اللي هتكون جيده للنادي الاهلي. توفيق سامعني؟ صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، تحياتي ليكم ولضيفكم الكريم كابتن احمد سلامه نجم منتخب مصر السابق. يعني كل سنه وانتم طيبين وكل جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر طيبه، وانطلاق موسم جديد من الدوري الممتاز والنسخه 64. وزي ما كنتوا بتتكلموا قبل ما ادخل معاكم، يعني اقوى بدايه هي الاهلي والاسماعيلي، واحده من اروع مباريات كره القدم المصريه زي ما طبعا قال كابتن احمد سلامه، بتفق معاه تماما. النادي الاهلي يمكن سبب بخطوه نظرا انه لعب يعني ماتشين رسميين امام الاتحاد المنستيري وكسب المباراتين بمجموع المباراتين 4-0، ده اعتقد مد افضليه النادي الاهلي. على الجانب الاخر طبعا النادي الاسماعيلي تاريخ كبير جدا وطبعا عامل صفقات كثيره جدا والجهاز الفني جديد، ولكن ان شاء الله التوفيق يكون مع النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي على طول بعد ماتش الاتحاد المنستيري تواصل تمريناته، ما فيش بس غير يوم الاثنين اللي كان اجازه، ولكن بالامس اختتم استعداداته على ملعب مختار التتش بتدريب قوي جدا صباحا. من بعده الجهاز الفني اعلن قائمه من 21 لاعب وتحركوا فورا الى هنا الى الاسكندريه ودخلوا في معسكر مغلق منذ ليله امس. يمكن الفريق بشكله اكثر من رائع، حاله معنويه اكثر من رائعه، الاجواء كلها بشكل عام اكثر من رائعه. يمكن كمان برنامج الفريق النهارده في فندق الاقامه ابتدى مبكرا، خاصه المباراه في تمام الخامسه، يمكن كان تناول وجبة الفطار في 9 صباحا، 10:30 كان في فقرة اكتيفيشن، ويمكن دي حاجة متبعة في بعض المدارس الأوروبية وأبرزهم المدرسة الألمانية اللي مديرنا الفني مستر مارسيل كولر مدير الفني لفريق النادي الأهلي أحد أعضاء هذه المدرسة. يمكن دايما قبل المباريات أو في نفس يوم المباراة بيكون فقرة صباحية في صباح اليوم بيكون فيها بعض التمرينات الخفيفة لفك العضلات والاستشفاء، وعشان اللاعبين يكونوا يعني زي ما نقول في حالتهم مش بعيد قوي أو خالدين للراحة بشكل كبير جدا. ده طبعا متبع في مدارس كتيرة أبرزها طبعا المدرسة الألمانية اللي بينتمي بيها ليها مستر مارسيل كولر. إن شاء الله وجبة الغداء هتكون في تمام الواحدة ظهرا، والمحاضرة هتكون الساعة 3 إلا ربع، ومن بعدها إن شاء الله التحرك لملعب المباراة ملعب برج العرب اللي بيبعد عن فندق الإقامة يعني اقل من 10 دقائق. يمكن النادي الاهلي دايما متعود يقعد في نفس الفندق لانه على طول جنب ملعب المباراه. يمكن كمان نتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا واداء مباراه كبيره والتتويج باول 3 نقاط، ويعني زي ما بقول رحله البحث عن اللقب الثالث والأربعين. كمان نتمنى التوفيق لطاقم الحكام النهارده وقدم مباراه كبيره بقياده محمد عادل، مساعد الاول سمير جمال، المساعد الثاني يوسف البساطي، واحمد جمال حكم رابع، وعلى تقنيه الفار طارق مجدي ومصطفى عطيه. كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله تكون ضربه بدايه قويه زي ما قلتوا، وتكون بدايه جديده للنادي الاهلي وان شاء الله الزحف نحو اللقب الثالث والأربعين. الكلمه ليكم اتفضلوا. طيب محمد، انت اديتنا كده يعني فكره عن التفاصيل او الكواليس اللوجستيه، انا عايزه اروح معاك بقى لموضوع اخر وهو الاستعدادات الفنيه، الاستعدادات المعنويه والنفسيه، الكواليس اللي حصلت ما بين مثلا اللقاءات مع كولر والاجتماعات مع كولر، وفي نفس الوقت طمنا على حاله الطقس. انت معايا يا محمد؟ محمد راح فين؟ معاك سامعك يا نهاوند. بالفعل يمكن الطقس معاك سامعك يا نهاوند. حالة الطقس هنا كويسة جدا، يمكن الجو هنا يعني زي ما بنقول خريفي معتدل، يمكن درجة الحرارة لا تتعدى 28 درجة مئوية، أعتقد جو مناسب جدا لمباراة كرة القدم، خاصة كمان مع الساعة الخامسة هيكون الجو أكثر من رائع هنا في استاد برج العرب. على الناحية الفنية زي ما أنا بنتكلم، يمكن النادي الأهلي على طول عقب مباراة الاتحاد المنستيري اللي كانت يوم السبت واصل تمريناته بشكل قوي جدا على مدار ايام الحد والاثنين، يمكن بس كان في اجازه الاثنين، ولكن المدير الفني يمكن عمل يعني تمرينه قويه جدا امبارح على ملعب مختار التتش بالجزيره. قبلها طبعا كان حريص انه يعمل اجتماع مع اللاعبين يتكلم فيه عن اهميه المباراه وان دي اول مباراه في الموسم. يمكن الانطلاقه الافريقيه كانت ولا اروع، ان شاء الله كمان النهارده الانطلاقه المحليه تكون قويه جدا. عايز اقول لك يمكن ده ملاحظينه من اول يوم لمارس الكره في النادي الاهلي، وان الراجل بيتعامل بشكل اكثر من رائع مع اللاعبين سواء نفسيا او فنيا كمان، وده يمكن لامسينه كمان في اللاعبين وحالتهم، وده بينعكس على التدريبات اللي بنشوفها في النادي الاهلي بشكل يومي او كمان في المعسكرات والمباريات. اعتقد يعني كيميه الراجل ماشيه جدا مع قيمه وتاريخ النادي الاهلي، وده ان شاء الله ينعكس على اللاعبين في الملعب، وان شاء الله نشوف النهارده زي ما قلنا ضربه بدايه قويه جدا، والنادي الاهلي يكون باذن الله اول 3 نقاط، وان شاء الله يكون دايما التوفيق في النادي مع النادي الاهلي، ويكون دايما في مكانه الطبيعيه انه يكون رقم واحد باذن الله. بص يا توفيق، انا بتفائل بيك بمنتهى الصراحة والله، يعني توفيق لما بيكون معانا في أي كواليس طبعا أو قبل أي مباراة والله إحنا بنفوز، فإن شاء الله خير يا توفيق وترجعوا لنا بالسلامة، وتحياتنا ليهم، وصل لنا سلامنا أكيد أنا وكريم للفريق والجهاز الفني، وأكيد وصل لهم سلام كل الأهلاوية طبعا، إن شاء الله خير، تبقى مباراة قوية ونتيجة كمان قوية. شكرا ليك جدا يا توفيق، أشكرك.
جميل.